يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة حملت 3 أشهر وسقط ما في بطنها وخرج الدم، هل تصلي أم لا؟ ووجدنا في كتب أهل العلم 81 يوم و3 أشهر و4 أشهر، فما فهمت هذا. يقول العلماء رحمهم الله أنه إذا سقط الجنين وقد خلق فإن الدم الخارج نفاس، وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد، لا تترك من أجل الصلاة، تصلي ولو كان فيها الدم. وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه 81 يوما، لا يمكن أن يخلق قبل 80. 3 أشهر فيه احتمال، فينظر هذا الصقر إن كان قد خلق فالدم دم نفاس، وإن لم يخلق فهو دم فساد. قالوا أنه مقطع، ما لم يره إيماء مقطع. 3 أشهر في الغالب أنه يكون مخلق إذا كان قد ضبطوا ابتداء الحمل، لكن أحيانا تحصل المرأة ولا يكون الحساب مضبوطا. نعم.